الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب كلكم تكونوا في احسن صحه واحسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. ان شاء الله يا رب كلكم تكونوا في احسن صحه، وربنا يا رب يقويكم، وربنا يعدي الايام دي على خير في الحر اللي احنا فيه دوت. والحمد لله احنا هنعمل بقى النهارده ايه؟ روتين في المطبخ. هنطحن التوابل. المطحنة دي ما شاء الله جميلة، انا مجرباها من زمان، عندي يعني من زمان، تاني واحدة اشتريها. كان عندي واحدة من فترة طويلة ودي التانية، دي انا اشتريتها جديدة لما جينا هنا السنة اللي فاتت. بس هنطحن، دي كزبرة اهي عشان في ناس ما دي كزبرة من المحل العربي، مش عارفة اخواتنا العرقين دول عليها ايه، نسيت اسمها. وهنطحن دي التوابل، البطرمانات بتاعت التوابل هنا، هما في منهم فاضيين وفي منهم فيهم شوية، فهنعملهم الأول خالص. هنعمل التوابل علشان خاطر عاوزين نعمل الغدا، وبعدين نبقى نشوف بقى هنعمل. هنطحن بقى هنا التوابل دي، المطحنة دي جميلة جدا، وده الفلفل الأسود. الفلفل الاسود موجود في المحلات الامريكانيه والعاديه، الكزبره اللي ممكن ما بنلاقيهاش الا في المحل العربي، او ممكن تبقى في المحل المكسيكاني بس بيبقى كيس صغير. المطحنه دي جميله جدا، هي الاصل بتاع المطحنه دي بتاعت قهوه، بس يعني اول كنا بنطحن في الخلاط فما كناش نعرف اللي فيه المطاحن دي، ده الكلام ده بقى ايام زمان. فمن ساعة ما جبت المطحنة دي وهي جميلة يعني، عندي الماركة بتاعتها اسمها ايه؟ كيتشن اي، دي الماركة بتاعتها. هنا الفلفل الدلق وانا مسحته وكنت بغسل ايديا. طحننا فلفل وكمون وكزبرة، وعاوزة اطحن اللي هي الحبة الحلوة. خلصنا بالورق المبلل، هنمسح بيه البطرمان كده، من البطرمان كله مطرح ايدينا، اي بطرمانات توابل بعد ما تخلصي تمسحيها زي كده. انا ما طحنتش كتير، طحنت يعني حبه على قد ما مليت البطرمانات، وسبت المطحنه هكمل الباقي لوحدي يعني عشان ما اطولش عليكم. بس معلش بقى هنولع الشفاط هيعمل صوت، وهنجيب زيت. هنا حطينا بصلاية كبيرة، ونحط حبه زيت قليلين بتاع معلقة كبيرة. بس هنغسل الفلفل دوت، هنشيل من عليه الورقة ونغسله ونقطعه. فلفل أحمر وأخضر والأصفر والأخضر دوت حامي. هنحط دلوقتي معلقة من المعجون الثوم بالجنزبيل. ونقلب كده لحد ما نشم ريحة الثوم، وبعدين نزلق الفلفل الألوان اللي أنا قطعته أهو، أحمر وأخضر وأصفر وأخضر حامي اللي هو الهاليبينيوم، بس أنا مقطعاه كله على بعضه عشان انا ما بستخدمش الشطه، بحط فلفل حامي. اللي عنده شطه عايز يحط شطه حطي، ما عندكيش شطه ما تحطيش، وما بتحبيش الشطه ما تحطيش، حطي الفلفل الالوان بس. ولو ما عندكيش فلفل الوان كذا لون حطي لون واحد اللي عنده. ريحه الجنزبيل بالثوم طلعت اهي. هنحط ايه؟ هنضلق دلوقتي الفلفل، بس هقلبه تقلبتين كمان وبعدين نحط الفلفل. حد هنا ما ينساش يحط لايك وكومنت حلو كده زيكم. الفلفل اهو هنشوحه برده بالثوم والبصل شويه، وبعدين نجيب ايه؟ صدور الفراخ.
انا ما قلناش احنا هنعمل ايه. صح، الاكله دي تعتبر اكله مكسيكانيه هنا او شبيهه الشاورما في مصر، يعني سميها زي ما انت عايزه تسميها، وممكن تحشي بيها تحطيها بيتزا للبيتزا، وممكن تحطيها في فطاير تحشي فيها فطاير يعني، او تحشي فيها رقاق جلاش بعد ما تتعمل، او ممكن تعمليها فته بالرز، وممكن تعمليها سندوتشات بالتورتيه او بالعيش اللي هو السوري الرقيق دوت، تعمليها زي ما انت عاوزه يعني. ادي الصدور الفراخ هنا مقطعه رقيقه خالص اهي، مقطعه طويله ورقيقه، هنحط نسلقها اهي، ونغسل ايدينا. ونفضل ايه نقلب فيها كده. انت طبعا اعملي الكميه اللي انت عايزه تعمليها، انا مش عامله كميه كبيره، عامله حاجات بسيطه. هتفضلي تقلبي فيها كده، ريحه الثوم بالجنزبيل طالعه ريحتها حلوه قوي، وخلي بالك عشان الحله ولا الطاسه ولا الصينيه ما تتزحلقش من على البوتاجاز زي ما حصلت معايا. هنفضل نقلبها كده لحد ايه الفراخ ما تاخد لون، وبعد كده هنحط لها التوابل سوا. الفراخ خدت لون اهي زي ما انتم شايفينها، هنحط دلوقتي ايه بقى التوابل دي. سبع بهارات، وده كزبرة ناشفة، ودي بابريكا. البابريكا دي مش الشطة عشان محدش يفكرها شطة، وده فلفل اسود. هنحط حبة ملح اللي بنلحها يعني، هنحط حبة كمون قليلين ما شاء الله. التوابل انا لسه طحناها والريحة طالعة ايه ما شاء الله. خلينا نطلع عليها البوتاجاز اهي، شايفينها؟ اهي نطفيت اهي، شايفين شكلها عامل ازاي؟ هحطها دلوقتي في التورتيه واوريها لكم، بس الدنيا حر، هقعد استريح ثواني في التكييف شويه وبعد كده ابقى اجي اكمل. هنعمل الشندوتشات اهي، ادي العيش التورتيه، ودي افوكاتو على قوطه على بصل على ثوم، سلطه مكسيكانيه يعني اسمها سلطه الافوكاتو. ودي جبنه، وهنعمل الشندوتش اهو. طبعا تحطي زي ما انت عاوزه تحطي. من الافوكاتو عليها كده، ومعلقه بابا غنوج، وكبش الجبنه، اهو بعدين تتنيها كده اهو كده. هنحمرها بقى ايه في حبه زيت على الطاسه على البوتاجاز، تبقى اسمها كده، تبقى اسمها كاسادية. لو عايزة تعمليها فاهيتا بتعمليها نفس الشندوتش كده، بس بتلفيه زي صباع محشي ورق العنب. حطيتها على البوتاجاز فيها معلقة زيت، اللي عنده الجهاز
يعمل بيه، واللي ما عندوش يعمل على البوتاجاز كده زيي. انا مع الجهاز عندي في البيت هناك. هذه الطريقة الثانية اهي، تعمليها زي اطباق المحشي، تتنيه كده وبعدين تتني كده اكنك بتلف اطباق محشي اهو. اهو بيتعمل كده اهو. عايزة تحمريه تحمريه زي كده، حمريه مش عارفة بتاكليه كده ابيض ابيض كده. هو بيتباع كده، بيتباع كده في المطاعم المكسيكانية. ده الأكل اللي أنا بعمله. ندوس عليه كده عشان ايه يتقفل، والجبنة تقفله يعني ويسيل. الفلفل باين عليه حامي ولا ايه؟ خلاني اشرب. شايفين اللون الجميل ده؟ هتقليه على الوشين وخلاص على كده. اهو لما عملناها اهي، اهي على الناحيتين اهي، بس هي لسه سخنه. عايزه تقطعيها قطعيها، عاوزه تسيبيها كده سيبيها زي ما انت حابه. وادي التاني اهو انا حطيته اهو. هاتي الشندوتشات اهي، شكلها جميل اهي. لو عايزه تعمليها كده اعمليها، مش عايزه تعمليها بالطريقه دي اعمليها. شايفين شكلها؟ شايفين الجبنه؟ يا رب الفيديو عجبكم، ولو الفيديو عجبكم اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وكومنت حلو كده زيكم. خد يا